مدينة ماليليا الإفريقية الإسبانية حقيقة قد يجهلها الكثير. عدد سكانها حوالي 80,000 نسمة، والأغلبية يدينون الديانة المسيحية. إنهم مسلمون. Sí, me considero española, musulmana, amazigh y melillense. بلاش نهضروا في اسبانيا ولا نهضروا على هذيك ولا نهضر على حق الانسان. Aquí nosotros no tenemos, no existe ni el racismo ni la xenofobia. سبتة ومليليا مدينتان مغربيتان على ساحل البحر الأبيض المتوسط. هذا ما يظهر للعيان على الخريطة من أول وهلة، إلا أن هاتين المدينتين ترزحان تحت وطأة الحكم الإسباني منذ 5 قرون. في بداية القرن العشرين قاد الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي سكان الريف في حرب عصابات استنزفت قوة الإسبان، وتوجت بانتصار عظيم في معركة أنوال الشهيرة سنة 21 900. لكن فرحة الانتصار كانت خاطفة. ماليليا مدينة أوروبية ومركز المدينة ينطق بذلك. مباني لاتينية جميلة وشوارع أنيقة وغالبية سكانية من الشقر، ونمط عيش أوروبي يبوح بالرفاه. لكن كل هذا البهاء والتمدن مجرد قناع يخفي ندوبا عميقة.